أقول لك ما هو الخلاف الحقيقي بيننا وبين الإخوان المسلمين. لازم نقول الخلاف الحقيقي أنا أراه أنه خلاف على أسلوب حياة. الإخوان المسلمين استخدموا الدين علشان خاطر يفرضوا السلطة، وتناسوا أنه أكبر شعب متدين في المنطقة كلها هو الشعب المصري. وأنا بيحضرني هنا كلام فضيلة المرحوم الشيخ الشعراوي، لما بيسأل إذا كانت مصر كافرة مين اللي يبقى مؤمن؟ مصر صدرت علوم الإسلام لكافة بلاد العالم حتى تلك التي نزل فيها الإسلام. احنا من ناحية الإسلام ناس مسلمين وسطيين بنؤدي فروض الله ونطيعه ونعرف ما هي التزاماتنا. من ناحية تقاليدنا، تقاليدنا عايشين على مساواة ما بين الرجل والمرأة، على رحمة بالنسبة للأطفال، على تعايش سلمي تام بالنسبة للآباط. ده النمط بتاع حياتنا اللي احنا عشناه. ومش عايز اذكرك يمكن انه لو حضرتك صادفت، انا صادفت كتير اصدقاء ليا مسيحيين، لا اصدقاء لينا يعني من اصدقائنا الاخوة المسيحيين صموا معانا، صموا معانا وروحنا معاهم نهنيهم في الكنيسة بالاعياد بتاعتهم.